الأيام اللي فاتت اتبعت فيلم رحلة 404 كمرشح للأوسكار باسم مصر. كلمت الفنانة منى زكي أبارك لها وأفهم منها هل هي أساءت للحجاب؟ المهم يا صديقي سألتها وبكل وضوح، يا فنانة هل حضرتك بتسيء للحجاب في فيلم 404؟ قالت خلينا بس نركز على القصة بتحكي عن إيه. الفيلم بيتكلم عن رحلة تقليدية للحج، بعدين بتكون محتاجة فلوس لعملية والدتها، فبتتحط في مفاضلة ما بين إنها ترجع للرحلة وتاخد فلوسها للعملية أو إنها ترجع لماضيها السيء، فبتحصل مفارقات ومشاكل اللي بتخلي الفيلم ممتع وقاسي في نفس الوقت. يا صديقي أنت أمام فيلم عبقري كتابة وإخراج وتمثيل. منى زكي في الفيلم بتاخدنا لرحلة كلنا بنمر بيها، رحلة للقرب من الله والتخلص من الماضي السيء، أو بمعنى أصح هي رحلة التوبة. وهي هنا طول الفيلم مصممة على الرحلة ومش عاوزة ترجعها، لدرجة إنها رجعت لطريقها القديم وكانت عايزة تنام معاه زي زمان عشان تديلها فلوس العملية، باعتقادها كده ما هي كده كده هتدوم، بس هي محتاجة الرحلة. قدرت منى زكي تقدم أداء طريف وواقعي في نفس الوقت، وده بيخلي الشخصية قريبة من المشاهدين. المواقف اللي بتحصل في الفيلم بتتناول تفاصيل يومية وتحولات غير متوقعة. خلي بالك يا صديقي هي تابت بس لسه في بداية التوبة، يعني هتلاقيها مطلعة شعرتين من الطرحة، لابسة لبس لحد جسمها، والحاجات اللي انت علقت عليها دي يا صديقي واكيد عارفها وهتستعبط. ليه كل ده؟ لانها ببساطة لسه ما التزمتش التزام تام، وده طبيعي جدا بيحصل معانا كلنا، مفيش حد هيوصل لمرحلة الكمال، ركز في دي. وكمان ماضي منى في الفيلم مرحمهاش، وده بيفكرني بمعنى كلمة العفو، ان ربنا هيعفو عنك وهيغفر ذنبك ولكن مش هيذكره ليك، انما البشر اللي هيشوف لك ذنب مش هينساه ابدا. هي اتحدت كل ده وكملت طريقها لغايه ما وصلت للنهايه واتحلت المشكله لما كل اللي حواليها اتاكدوا انها صادقه في توبتها، بس هم ما كانوش هيصدقوا الا لما هي صدقت نفسها وفضلت ثابته على مبدأها لغايه النهايه. الفيلم انتهى يا صديقي قبل ما تركب الطياره للرحله، لان الهدف من الرحله اتحقق في محاوله الوصول للرحله نفسها. الرحله مش مكه ولا الكعبه، الرحله هي التوبه الصادقه اللي نبع عن ايمان صادق. ما ياما ناس بتروح الرحلة وبترجع أسوأ من الأول. بقول لك يا صديقي، مرة واحد راح يشتري قميص للبياع، قال له عايز مقاس قد إيه؟ قال له عايز على قد فلوس، قال له على إيه يعني؟ قال له ما تدينيش خالص.